هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون والمستمعات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. معكم صلاح محمد زين في ساعة هذا المساء من يوم الأربعاء 21 من يناير. وما أدراك ما 21 من يناير؟ هذا اليوم المجيد الذي تطلع فيه شعبنا للخلاص من خفافيش الظلام، وأراد أبناؤه الأماجد أن يكون يوماً تطوى فيه صحائف القهر والاستبداد والظلم، وتفتح بعده آفاق الحريات والسلام والعدل والاستقرار. يخرج الأسير ويعود البعيد، وتعانق الأم ابنها المحرر من عبودية الطغمة الغاشمة. سنخصص ساعة هذا المساء بعد نشرة الأخبار لإحياء ذكر هذا اليوم الأقر بتعليق تحت عنوان حديث إفك العصابة، يلي ذلك خاطرة للزميل بوليسي عن الشهيد سعيد علي حجاي، ثم استعراض لبعض ما قام به الإريتريون في المهجر تجاوبا مع حركة فورتو المجيدة في 21 من يناير عام 2013 من تظاهرات واقتحامات لسفارات النظام ورسائل التضامن في مواقع التواصل مع الحركة وقائدها الشهيد ود علي. متابعة مفيدة ووقت ممتع مع ساعة المنتدى. ود علي جقنا بس انا فرت نجم صغير ما يونا وسعات حته عبيتي خلونا شفت بيته فعبت نعاتي وخمزة زراقته ود علي جغنانا ووصله فعبتني كلال وخمزة زراقته نفرت بيلي عمر حوين تانكي راديو خزار بات لسان ما يحكي اي حمت وشت مع انباعتكي عندي بيو لانك تحزن كتبكي اي حموت وشيط ما انطعتكي كن ذكرك اينا ودي علي قال كيدان اللنا زير الساعة زي بلي كن ذكرك اينا ودي علي قال كيدان اللنا زير الساعة زي بلي عزنت ملكاكو وتمزفولتها نايلم زيكوني ناي كرم سريخا شقنا ودهز بيك بوينا عاخا نحرن الشمعة داق ما يزولعها نحرن الشمعة داق ما يزولعها شقنا ودهز بيك بوينا عاخا أتمكينا تتزي متعب. صوت المنتدى. في هذه النشرة
هروب جماعي لكبار السن من التدريب العسكري الإجباري وموت أحد مرضى السكري بمعسكر مايلام الجديد. تفاصيل النشرة. علمت مصادر إذاعة المنتدى أن منتسبي ما يسمى بالجيش الشعبي الذين تحركوا يوم الجمعة الماضية بحجة التدريب العسكري يعانون في العراء من البرد والجوع الشديدين نتيجة لعدم تجهيز النظام للمعسكر الجديد الذي أسماه بمعسكر مايلام للتدريب العسكري. هذا وقد وصلت هذه الدفعة التي تتشكل من كبار السن الذين تتراوح أعمارهم ما بين 40 إلى ما فوق 60 إلى مايلام في وقت متأخر من مساء الجمعة، حيث طلب منهم إعداد الطعام بأنفسهم وتدبر أمور مبيتهم، مما زاد ذلك من المصاعب التي يواجهونها في حياتهم الجديدة. وتفيد المصادر بأن من بين هؤلاء المسنين يوجد عدد كبير من المصابين بالعمي وضعف البصر وأصحاب عاهات دائمة ومرضى السكري وضغط الدم، والذين تم تسريحهم من قوات الدفاع الإرترية باستشارات طبية لعدم لياقتهم الصحية. وقد عبر هؤلاء في الاجتماع الذي أجراه القائمون على المعسكر في مساء يوم السبت الماضي وبصوت واحد عن بالغ استغرابهم لإحضارهم إلى هذا المعسكر على الرغم من أنهم كبار سن ومرضى يداومون على العلاج والمراجعات الطبية بشكل دوري، وتساءلوا عن جدوى تدريب العجز والمرضى تدريبا عسكريا في أرض جرداء ينتفي فيها المأوى والمأكل والملبس. من ناحيتهم اكتفى المسؤولون بالمعسكر بالوعود بتوفير الخيام في أقرب وقت، مبررين أسباب إحضار كبار السن بأنه للتدريب العسكري والنفير الإنتاجي الجماعي، دون أن يوضحوا الفترة الزمنية التي ستستغرقها هذه العملية أو الإجابة على التساؤلات التي أثيرت بشأن الحالات المرضية. هذا وقد أفادت مصادرنا أن ظروف الاستقبال لأفراد الجيش الشعبي الذين تجاوز عددهم 1000 متدرب كانت سيئة لا تتماشى مع أعمارهم وظروفهم الصحية، ومصحوبة بالتهديد والوعيد والعجرفة والمعاملة السيئة التي لا تتماشى مع قيم وعادات المجتمع الإريتري في التعامل مع كبار السن والعجزة والمرضى. ونتيجة لذلك فقد توفي أحد مرضى السكري بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية اللازمة، وتتحفظ إذاعة صوت المنتدى عن ذكر اسمه مراعاة للعرف السائد في التبليغ عن حالات الموتى، لأن أهله وذويه لا يعلمون بوفاته حتى إذاعة هذا الخبر. من جهة أخرى، علمت مصادر إذاعة المنتدى أن عددا كبيرا من أعضاء الجيش الشعبي الذين يلزمهم قرار التدريب العسكري خاصة في أسمر وكرن قد فروا إلى السودان وإثيوبيا، فبينما بلغ أعداد الهاربين إلى السودان والذين سلموا أنفسهم إلى السلطات السودانية في معسكر واد شريفي للاجئين بلغ 283 مواطنا حتى الآن، فإن معسكر مايلام نفسه شهد هروبا عدد 67 مواطنا إلى إثيوبيا، وتتوقع المصادر ازدياد أعدادهم في الأيام القليلة القادمة. يذكر أن إذاعة المنتدى تابعت في نشراتها الإخبارية السابقة الرفض الشعبي لسياسات وتدابير عسكرة المجتمع الإرتري، فعلى خلفية هذا الرفض الشعبي المتنامي تقوم عصابة الاستبداد بحملة تهديد ووعيد واسعة النطاق تمكنت من خلالها في يوم الأربعاء الفائت في أسمرة وضواحيها من تحريك مجموعة قليلة من كبار السن واقتادتهم إلى معسكرات التدريب. وفي هذا الصدد أكدت مصادر المنتدى أن برنامج التحرك إلى معسكرات ما يسمى الجيش الشعبي الاحتياطي قد حضرته إدارة الإقليم، حيث تمكنت من تحريك 25% من عدد المفترض تجيشه، وأن 75% من الأسماء رفضت الالتحاق بهذه المعسكرات، ومن بينها بعض المديريات التي لم تستطع تحريك أي مواطن بسبب الرفض الذي تواجهه. ودفع هذا الموقف الشعبي الرافض بسلطات النظام القمعية إلى عقد اجتماعات متتالية في الأحياء وإلى توزيع منشورات تهديد وملصقات إعلانية تحذر فيها كل من لم يلتحق بمعسكرات الجيش الشعبي بالعواقب الوخيمة، محددة يوم الخميس الماضي كآخر توقيت للالتحاق الآباء بمعسكرات التدريب المحددة.
هذا وقد اطلعت إذاعة المنتدى عن قرب عبر مصادرها على نبض الشارع الشعبي حيال موجة التهديد والتجنيد القهري، وأكدت أن الشعب ثابت في مواقفه الرافضة لمسرحية التلاعب بمقدراته ومصير وطنه رغم التهديدات الصريحة والمبطنة من السلطات. إلى ذلك، وردا على هذه المواقف، نظمت العصابة الحاكمة في ليلة الخميس 15 يناير الجاري في أحياء سنبل وقحوتة ومايشهوت بأسمرة حملات دهم على منازل المواطنين، أدت إلى اقتياد بعضهم واضطرار كثير من الناس لإغلاق مؤسساتهم وأسواقهم، وتسبب ذلك في الإضرار المباشر بمصادر رزق الكثير من الأسر التي كان أفرادها يعملون في هذه المحلات، والكثير من أفراد الشعب فقدوا وظائفهم وأعمالهم وأصبحوا بين هارب ومختبئ أو ملتحق بالمعسكر بالقوة والإكراه. وكنا في إذاعة المنتدى قد أشرنا إلى أن الرفض الشعبي صريح والمتمظهر في الاستياء الشديد من برامج سخرة والإفقار والعسكرة أفقدت الإدارات الحاكمة تماسكها المفتعل، فانبرت تعلن بأنها سوف تنزل العقاب الصارم والحاسم على كل من يتخلف وستحيل ملفاته إلى وزارة الدفاع. انتهت المشكلة. حديث عصابة الإفك. مستمعي الأكارم، ونحن في أجواء الذكرى الثانية لانتفاضة
21 من يناير الظافرة نرسل لكم عبر الأثير تحايا الثورة والصمود، وعبركم نحيي ذكرى شهداء فورتو ونمجد صمود المعتقلين الذين زلزلوا قلاع الظلم بعمليتهم الجسورة تلك، والتي تأخذ أهميتها ليس فقط من كونها عملية غير مسبوقة، بل لكونها عملية فاتحة ستتلوها عمليات أخرى ناجحة، ويصبح احتفالنا أكثر واقعية بمواصلتنا لمسيرة العطاء والسير قدما على خطى الأبطال. ونود أن نشير إلى أن عملية فورتو في 2013 مثلها مثل غيرها من العمليات البطولية تعرضت لمحاولات التشويه والزج بها في أطر أضيق مما هدفت إليه. لكن في البداية والنهاية لا يصح إلا الصحيح، وستظل التفاصيل متروكة للتاريخ وللشعب الصامد، لكن الحالة التي أنتجتها أحداث فورتو أضحت واقع لا يمكن تجاوزه، بل شكلت معطى جديد في الفعل السياسي الإريتري. وليس خفيا على المتابعين أن ما حدث فيها هو جزء من حراك لم يكتمل لأسباب كثيرة، لكن الأهم هو أن من كانوا في فورتو هم أكثر ممن طالتهم يد البطش بكثير، وأن القطاعات التي ستنتج التغيير لم تزل في كامل عافيتها. ومعلوم أن محاولات التزييف لن تغبش الرؤية أمام الجماهير، وليس جديدا على الطغمة الحاكمة أن تعمل على تجير الواقع بألوان مضللة، فعلت ذلك في الماضي ولم تزل في فعلها المفضوح مستمرة. في السطور التالية حلقة جديدة من سلسلة حديث الإفك الذي خبرته حكومة أفورقي وأدمنته وظلت تمارسه في مختلف المواقف والمناسبات، استثمرت فيه حتى الأحزان وحولت الرفاق إلى مادة للاستفادة منها ثم رميها. شهدت الأيام والشهور القليلة الماضية سلسلة من الأحداث المحزنة المتمثلة في حوادث مات فيها الكثيرون من الشباب والأطفال الإريتريين أثناء رحلاتهم هربا من البلد الطارد، وكذلك تصادف أن حدثت وفاة عدد من رموز العمل الوطني الإريتري وقادة الفعل النضالي وعيان المجتمع الإريتري في الداخل والمهجر. وسط تلك الأجواء الحزينة ظل السؤال الدائم والشاخص بقوة، وهو لما لا يحظى هذا الرهط الموقر بالتكريم كما جرت العادة في كل الدول التي تعتد برعاياها وتحترم تاريخها وتوقر قادتها بغض النظر عن مواقفهم السياسية؟ لما لا تعمل حكومة أفورقي على أن تتابع قضية ضحايا حوادث القرق وتجارة الأعضاء البشرية وضحايا عمليات الإتجار بالبشر والقرصنة الجديدة؟ لما ركنت الحكومة إلى رفض دخول جثمان قائد أو مناضل بسبب أنه أصبح يعارضها في السنوات الأخيرة من حياته؟ ولماذا أصبحت أرض المهجر معاش ثم مدفن لأولئك الصادقين؟ أليس حريا بأي حكومة وطنية أن تطالب بدفن الراحلين من أبناء وطنها في تراب الوطن؟ ناهيك عن سعيها وتتبعها للقضايا ذات الصلة مثل حالة الشاب الشهيد خالد إدريس بحراي الذي لقي مصرعه بيد متطرفين في مدينة دريسدن الألمانية مؤخرا. ألا تستحق كل هذه الأحداث أن يتم تناولها في وسائل الإعلام المحلية والرسمية كخطوة تدخل في سياق أضعف الإيمان؟ كل ذلك يقودنا إلى أسئلة أخرى حول كيف يتعامل قادة الحزب الحاكم مع موت الرفاق، رفاقهم هم، وكيف يحولون الأحداث المأساوية إلى سبب للكسب السياسي؟ ولما يعتقد الرئيس ورهطه أن جموع الجماهير مغيبة ولا تدري حقيقة الأحداث؟ كلها أسئلة يفرضها واقع التعامل والإعلان عن وفاة أي كبير
من كبار المسؤولين في دولة العجائب. يقال في المأثورات: إن لم تستحي فافعل ما تشاء. هذا هو واقع الحال في إريتريا. لاحظ جميع المراقبون والمهتمون مغالاة حكام أسمرة في إبداء الحزن على الراحلين من زملائهم من القادة والمسؤولين، في الوقت الذي يدرك الجميع ما كان بينهم من خلافات. فعلى سبيل المثال وليس الحصر، في ظهيرة يوم السبت الموافق 17 من يناير الجاري، تم تشييع جثمان العميد قبر هيوتزا مكيئيل المعروف بودلكي. ولاحظ الحاضرون لمراسم الدفن أن الفريق فيليبوس ولد يوهنس حرص على قراءة السيرة الذاتية للراحل، في إشارة واضحة إلى أنه كان قريب منه، أو أن ما بينهم من علاقات ودية تحتم عليه أن يتلو كلمات في وداعه بصفته الشخصية والعملية. كما لوحظ أيضا أن صحيفة حداس إرترا الصادرة صباح الاثنين 19 من يناير قد أفردت مساحة واسعة في الصفحة الأولى من طبعتها لتأبين العميد الراحل، ووضعت صورة كبيرة لأفورقي أثناء مراسم الدفن الذي وكما هو معتاد حضره الكثيرون من المواطنين والرسميين. حتى هنا يبدو الأمر طبيعيا وعاديا، لكن ما يجعله غير طبيعي ومخالف للعادة هو أن الجميع أيضا يعرفون أن العميد والدلاكي كان موقوف من العمل لفترة تجاوزت الشهور الست بأوامر من الفريق فيليبوس نفسه، وسبق أن حدثت بينهما مشادات كلامية انتهت بأن أجلس العميد والدلاكي في منزله، وأوكلت مهمة متابعة الجيش الشعبي إلى العقيد أمانئيل أرأيا. كما لم تكترث وزارة الدفاع للطلب المتكرر من أسرة العميد قبرهوت لكي والخاص بضرورة نقله لتلقي العلاج بالخارج. اليوم وبعد أن أصبح في عداد الأموات يأتي الرئيس ليضع أكليل من الزهور على مرقده في مقابر الشهداء، ويقوم الفريق فيليبوس بتلاوة مآثر الراحل وسيرته البطولية وروحه الرفاقية وتفانيه والتزامه التنظيمي وإلى آخره من المواويل التي تتكرر عند تشييع كل الراحلين، دون أن يلتفت أحد إلى ما كانت عليه حالتهم قبل أن يكونوا في قيد الأموات. هذا إذا تركنا جانبا الأسباب المؤدية لوفاتهم باعتبارها موضوعا متشابكا وفي حاجة لمزيد من تقصي الحقائق. في منتصف العام 2014 المنصرم وعند تشييع ثلاثة من القادة العسكريين وفيما يعرف بساحة مقابر الشهداء بأسمرة، فوجئ الجميع أثناء قراءة السيرة الذاتية للعميد أمانئيل هنجما أنه كان قد تم تعيينه كحاكم الإقليم ما يسمى بالقاشبركة. هذا التعيين أو التكليف لم يسمع به العميد هنجما بالطبع، لكنه أثار تهكم الحضور. قبل ذلك بأسابيع ليست ببعيدة عين اللواء غريزكير عند ماريام كقائد لهيئة الأركان العسكرية وهو طريح الفراش. في رقدته الأخيرة وشوي جثمانه وتليت سيرته الذاتية بصفة أنه قائد لهيئة الأركان التي لم يسمع بها أيضا. في نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري توفي في السجن المقدم غريزكير أسملاش مدير مؤسسة سمبل للصناعات الخشبية والحديدية بعد اعتقال دام 5 أشهر، ولأن أمر اعتقاله كان معروفا للجميع لم يتسنى لبطانة الرئيس فبركت أي صفة جديدة له سوى أنهم أضافوا عبارة: وكان الفقيد قد تلقى العناية الطبية اللازمة، في إشارة إلى أن الحكومة لم تقصر في أداء واجباتها تجاهه. ثم لوحظ أيضا غياب كبار المسؤولين عن مراسم الدفن بعد أن رفضوا تسليم الجثمان لذويه إلا قبل موعد الدفن بلحظات، ورغم ذلك كان موكب التشييع الشعبي مهيب ولافت ويمكن أن يعتبر استفتاء علني لمشاعر الجماهير. في ظل هذا الواقع والفعل اللا أخلاقي من قبل زمرة الحزب الحاكم حتى مع زملائهم، يصبح من المستحيلات التأمل في أن يجد قادة العمل الإريتري المعارض أي تكريم لهم بعد الوفاة في المهجر. والأمثلة كثيرة، وكذا الحال بالنسبة لأي إريتري لاقى ما يلاقي من مصير في رحلة البحث عن موطن آمن. فمن لم يعش في بلده عزيزا مكرما بسبب رؤاه وتوجهاته السياسية وانحيازه لقضايا شعبه
لن يجد هذا التكريم بعد مماته، ولا يرجوه من عصبة الإفك وقائدها المعتوه. إذن ليس من مجال سوى المزيد من النضال من أجل الانعتاق الكامل، ومن أجل ترسيخ دولة للجميع تحفظ حقوق الأحياء وتحترم حرمة الأموات. المجد والخلود لشهداء فورتو، الحرية للمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، التوقير والاحترام لشعبنا الأبي أينما وجد. جيكنا ودي جيكنا فعان تبا ضخر عقل لكم زكاة صلو انت زي حزكا يوب لازم ويلي خابل حليقو تشكع للو ويلي خابل حليقو تشكع للو في فضاء هذا الوطن الذي خضب بدماء زكية ولد هذا الإنسان يشد المسير على التفاف الأزقة، منعرجات، منحدرات، مغالق، ومن ثم منزلقات حادة، عقود كثيرة طويلة لم يغب عنها الأمل، ولادة كان حملها ثقيلا بل مهولا، وكأن التراب الريان لا يمل انتظار مفاجأة البزوق الجميل الشروق الحرية. وقيل حينها واكتمل الشروق، ولم يكن أبدا كاملا، فالبراعم في بلادي وهي تحتمي بالظل البليل في ذاك الصباح لم تكن تدري أن الشمس في سمائنا ستراقب الإطلالة الأولى بحجب، لم تكن تلك الشمس منصفة وهي تحتجب قبل الشروق، والبراعم تسيح فوق الأصائص غير منعمة بالأحضان بين أراضينا، وسماء كانت لنا ذات صباح كان لنا أيضا حلم، تسلل هذا الحلم بعيدا قصيا وحجب عن براعمنا الشدو. اغتالنا الحلم أم اغتلناه لا أدري، فأصبحت عيوننا مفتوحة على حواشي الوسادة نخشى إغلاقها ليلا خوفا من الكابوس، وزوار الليل لا يملون من كسر الأبواب وهتك الأعراض. أسرنا الهروب إلى الخلف نسترجع الأيام الخوالي، أو انزوينا في زاوية قصية تضيق مساحتها كلما تقصينا أثار الانكسار الكبير. أوليس من حقنا
أن نحلم؟ ألا نخاف الاغتيال الأبدي؟ ألا نحلع من الليل وطول ظلامه الدامس؟ بل علينا أن نحلم من جديد، فليلنا الطويل لا ينجلي إلا بالشروق الحقيقي للشمس. فلنحلم من جديد، لأن الوجع وطن ينكسر، وطن يسبى، فلتسقط الأقنعة، كل الأقنعة، فلنكن نحن كما كنا نحن، رايتنا كفى كفى وكفى. أجل كفانا ظلما واضطهادا، فنحن كنا كما أردنا أن نكون، والآن أيضا فلنكن كما نريد أن نكون، لكي نسبح في فضاءات الحرية، الكرامة والمساواة. قالها الذي ارتقى كالسدر في انسيابه في مثل هذا اليوم قبل عامين، لم يخش المزالق ولم ينحني للحواجز العوارض. كان حجاج ود علي وأباب الخلد تفتح له شراعيها لرحاب الخلد، كان سعيدا كالسيل، كان هادرا لكنه مضى في هدوء، فكان كما أراد أن يكون قمرا كان في هذا الظلام الدامس، ولن يمتحق هذا القمر أبدا. فلنشرع القلوب لالتقاط حنين الرياح لأول كلمة، كفى، وحينها سوف تكيل لنا الحياة في كل خطوة نسقا جديدا، وسوف نمتح من حصن السماء إطلالة ندية. ليلنا لا يحتمل العويل، فالعويل سهم لا يصيب سوى العثرات، والصمت أجل، الصمت زيف آخر. فلنكن كما أراد لنا ود علي أن نكون، فاختياره استبعث خيارنا، شحنه شحنا، ولنهتف للوطن ولا شيء سوى الوطن، ولنهتف للحرية المصبوغة باللون الأحمر، فقلب الأرض يبتهل، ولنسعى للغفران علنا أغضمنا السماء بذاك العويل. فالغياب يذبح الوطن بسكينة صدئة، كفى وكفى. جيكنا ودي جيكنا فعانت با بخرا هقلبو زكاة صلو انت زي حزكا يوب الازلو ويلي خاب لحلي تشكح لنو ويلي خاب لحلي تشكح لنو حبيبي خلاص
سنة لي عبد الله خالد بسرعة
حتك إريتنا تحري أمور السري نعاقات تري أصبح عن طبو الملاكو تحس السلمي نوم قمت مالي أمين أمين مرتون عقاحد السيني أمين مرتون عقاحد السيني سي سي London youth occupying the Eritrean embassy. Also, we occupied successful occupation of the embassy by Eritrean youth in London. Taking over the president picture. حساب نحن أنا خبره إن أنا أصلح حساب تخبره لك. نورمال. برا. أنا كنت. أبو جمال حساب بكسبات يشرب يجوز ولا حسابهم في الزغلوتو هذا قد قاد أتي مالو. نحن أنا عوام إن زارب زلنا. Okay.
ዲክታተር ማስት ጎ ዲክታተር ማስት ጎ كنكفل بالوقت لنا نشغاتكم تترمي بكم يتزي سمعي هزبي كتسمعون تترمي بكم اوياتكم كتسمعون بخبري يقدموكم نعم للديمقراطية نعم للدستور نعم للعدالة نعم للديكتاتورية اما جرسان اي فورتو خاني تاريخ تاريخ ابراهيم سلطان تاريخ ናይቆይ ወልዳ ወልደ ማርያምን ታሪክ ለዓብ ቃድር ከሊረን ትንዝከውልና ንሕና ሰላም ቅስነት ረህዋን ህዝገጻኸን ጠቃሉን ዘለት ዓጠና ዘለናኻ እስላምን ክርስቲያንን ኢና ፎኑ ወሎም ለዘም ክፈላኝና ዘለይ አይክን ፈላለ In accordance with the people of Eritrea and the brave units of the Eritrean Defense Forces who raided the Ministry of Information last Monday, we demand the immediate resignation of dictator Isaias Afwerki and the immediate release of all political prisoners and also the immediate implementation of Eritrea's constitution. راديو خزار بات لسان ما يحكي اي حمت وشت مع انطاعتك عندي بيو ولانك تحزن كذبكي اي حمت I'm with Ali and I support Forto because I believe in freedom. I support Forto because I believe in justice. I'm with Ali, I support Forto and I demand power to the people. Peace out. I am with Ali because I believe that human rights is for everybody, including people in Eritrea. I am with Ali and I support Forto because I believe in equality. أنا اسمي سليم واحد من أبناء الشعب الإريتري عشان نوصل رسالة 21 فورتو لازم نتوحد ورسالة للشعب الإريتري أنهم يتوحد عشان نوصل رسالة شهداء فورتو المجد والخلود للشهدائنا الأبرار وشهداء فورتو والمغفرة We are all with Ali and we support Forto Hi everyone, I would like to say a few words in Bilan and then in English أنا علي أخرجل فورتو ارتيخوز ولعكم ولد حريتي فتحتي ديموكراسي دي وانتيرو لم لم يكن 21 January 2013 Said Ali and his comrades did a heroic act sacrificing themselves for what? Because they thought the people in Eritrea deserved more and deserved better. They lighted a candle for us.
So please, old and young, let's unite and we should bring change. Everyone who is watching this video, I hope you'll enjoy this year's Forte Web Festival 2014. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in freedom of press. I'm Wadi Ali and I support Forte because I believe in civil rights. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in freedom and justice. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in legal process. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in rule of law. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in freedom of... Wadi Ali and I believe in Forte because young people deserve to go to school, not to war, deserve education, not slavery. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in justice. I am Wadi Ali and I support Forte because I believe in equality. وادعلي أبيت لليلنا إلا أن ينجلي لما رأيت ضعيفنا هجر وحرنا قد أسر والزنيم الدعي قد طغى وتجبر أقبلت عليهم كالسيل منهمرا فأطبقت على محطتهم مقتدرا فما استطاعوا فكاك إذ أضحوا بين فكي غضنفرا ونلت مرادك إذ نشرت ما ينبغي أن ينشر وادع علي رمت العلا فبهرت الورى وعانقت فعالك الثريا وإن وار جسدك الثرى فتحية لك أحق وأعز وأكبر أرحتنا من طلته والثرثرى وقبرته شهرا في جحره منثبرا ثم عاد يهرطق من الكلام بما تبعثرى لقد كسرته فكان بئس المنكسرا وأضحكت عليه الورى كل من يسمع ويرى وادع علي إن دمك علينا دين على فرسان مصوع وليوث من دفرا ونمور كرا وصقور أسمرا وفي دنكال أهلنا عفر وما أدراك ما عفرا أسد هم في السهل والشرى وادع علي أما وقد أطلقتها دامية مزمجرا فعار علينا بعدك أن نعود القحقرا فلا المتخاذل مننا ولا الجبان المعتذرا وإننا على العهد حتى يعود شعبنا حرا منتصرا ذكرك هنا ودع علي قال كيدا نلنا زير سعزي بلي ودع علي جقنا نمبسا ناي فرتو نجم صغري بايو ناي وسعات حتو عديتي خيرنا شفت بيته فعبت نعاتي وخمزة زراقته ودع علي جهنانا فلوته فعبتني في غالي وخمزة زراقته نفرت بيلي عمر حوين تانكي راديو خزار بات لسان ما يحكي اي حمت وشت مع انباعتكي عندي بيو لانك تحزن كذبكي اي حموت وشيط ما انطعتك كذكرك اينا ودي علي قال كيدانا بلنا زير الساعة زي بلي كذكرك اينا ودي علي قال كيدانا بلنا زير الساعة زي بلي عزنت ملكاكو اتم زفولتها نايلم زيكوني ناي كرم سريخا شكنا ودي هزبي كبوينا عخا نحرن الشمعة داك ما يزولعها نحرن الشمعة داك ما يزولعها شكنا ودي هزبي كبوينا عخا
أتم كيلاتات زي متحفو نفتح الموبيتو قدمينا حاليفو تاريكا خيس حفا كل وين عظمي كابتا مقابر كاقر دوير اللي تاريكا خيس حفا كل وين عظمي كابتا مقابر كاقر دوير اللي ودع علم بساب وسرعتكي بتبعد ايب كازا زارب كحاكي رئيسة مادنين كايم بحسي كيميكي يا كارا انا يم سري ام كتلكي رئيسة مادنين كايم بحسي كيميكي يا كارا انا يم سري ام كتلكي تذكر كاينا ودع علي كاركي لانا لنا ديري استعزيلي بهايم هاتم ورحمة ملعته زير استعنان يفان وتاريخ زانتا شمع ولي عخيانا يفتح حالحالتا شمع ولي عخيانا يفتح حالحالتا زير استعنان يفان وتاريخ زانتا تذكريك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زير استعزي بلي كذكرك عينا ودي علي قال كيدانا لنا زير استعزي أجوكم بقربون سخاوين كسيم تاريخ كابل سحوه كابشاف مابشاف علم مقابر كايقون شخصة لملم جيتا يكبل كاب سفرة زلا علم جيتا يكبل كاب سفرة زلا علم مقابر كايقون شخصة لملم تذكر كاينا ودي علي الكيران اللونا ديري سعزي بلي تذكر كاينا ودي علي الكيران اللونا ديري سعزي بلي ودي علي جيغنا نام بسانا يفورتو بجيم سغريب قايوم نيرو سعاد حوتو رعدي يدي خلو ما شفاتو بيتو فحبتن آتي وخم ذا ذراقيتو فحبتن آتي وخم ذا ذراقيتو رعدي يدي خلو ما شفاتو بيتو مذكر كاينا ودي علي قال كيدانا لنا زيري سعزي بلي ما فورت ديالي عمرخ وين تانكي رديو خزار بان تلسان حاكي ايو حمد ويشد مع تعدكي ادي ايو بلان كتحزن كتبكي ايو حمد ويشد مع تعدكي ادي ايو بلان كتحزن كتبكي أزنت من كفو تنزفل تخا نايل مزاي قوني ناي كدم سريخا جقنا ودي هزبي كروي نعخا نحر النشم عداق ما يوزول لعخا نحر النشم عداق ما يزول لعخا جقنا ودي هزبي كروي نعخا تذكر كاينا ودي علي قال كينا نالنا ليري سع زي بلي أنتم كيلاتات زي مزحفو نفتح موقيتوس كرمينا حاليفو تاريكا غنهز عي كل من عقلي كابتا مقابر كابر كبير صوت المنتدى بهذا وصلنا إلى نهاية ساعة المنتدى نشكر لكم حسن المتابعة والإصغاء وعلى أمل اللقاء بكم في ساعة جديدة ويوم جديد ابقوا على خير وتصبحون على فجر الخلاص والحرية.